الحمد لله الليلة عدت زي الفل. بس ايه الراجل لو سمحتي؟ دي راجل سينح وتنح حكيتي وما بيختش مع حد يا ابو عمير. ها؟ عبد الله يفرح ومستكتر على غيره يفرح. ايه تي؟ في ايه يا ابو عمير؟ وانت بتقول كده ليه؟ رفض جوازي من اخته ناديه. قال ايه بص عليوي؟ انا اترفض؟ بذمتك هتلاقي احسن مني يا سكرينه؟ هتلاقي احسن منك بكتير. ايه؟ انت عايز تتجوز ناديه؟ هو حرام ولا حرام يعني؟ هو مش حرام ولا حاجه. بس يعني حرام تسليمها معاك. هي مش منتنتك يا ابو عمير. كملناها في الجامعه؟ طب ما انا راجل كسيه. مش هينفع يا ابو عمير. دي رفضت نص شباب ابو النمرس. وناس ايه مراكز مراكز يا ابو عمير، اقل واحد فيهم احسن منك 100 مره. وانا مفيش حد زيي، اعمل ايه بس بحبها. بتحبي ناديه؟ يا حكايتك عمال اقول لك ناديه ناديه، ايه يا اخويا ناديه؟ ما ينفعش يا ابو عمير، دي حب كاسب. زي الحمل الكاسب كده بالصبر، بيجي يومين كده ثلاثه ويروح لحاله. انساه يا ابو عمير، لازم تنساه يا ابو عمير. وانت مالك انت وايش حشرك انت في مشاعري واحاسيسي؟ وخش نام. مش كاين نوم انا. خلاص اخش نام انا. يا ريت. اخرب بيتك. الله يخرب بيتك يا ابو عمير. ناديه.